الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إن تلك المناسبة الجليلة جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، داعيا المولى عز وجل في ذكر هذا اليوم المبارك أن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بمزيد من الخير والأمن والاستقرار. هنأت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. وقالت قرينة الرئيس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إن هذه المناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد جونسون أند جونسون الأمريكي، حيث تم استلام 261,600 جرعة من اللقاح بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة. قتل أكثر من 40 مدنياً في شمال مالي جراء هجمات نفذها مسلحون واستهدفت 3 بلدات متجاورة قرب الحدود مع النيجر. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 202 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 4,442,921 شخصاً في العالم حتى الآن. أطلقت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة، مشيرة إلى أن العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة الجامح، وأن اللوم يقع على عاتق البشر بشكل لا لبس فيه. استقبل وزير البترول طارق الملا سفير هولندا بالقاهرة هان مورتس لبحث تنمية التعاون بين قطاع البترول والشركات الهولندية العاملة في مصر في مجالات البحث عن البترول والغاز. وأكد الملا أن قطاع البترول وشركة شيل الهولندية يعملان باستمرار على تطوير الشراكة بينهما استناداً إلى تنامي فرص الاستثمار في البحث عن الغاز والبترول في مصر في عدد من المناطق الواعدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن يوم الخميس الموافق 19 من أغسطس الجاري هو آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.